خلال استقباله لسكرتير مجلس الأمن الروسي، السيسي يشيد بالجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بمصر، وباتروشيف يشيد بجهود القاهرة في دحر الإرهاب. في إطار احتفالات عيد الشرطة، وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التهنئة لوزير الداخلية ويشيدان بالدور الوطني للشرطة في تأمين الجبهة الداخلية. ووزير الداخلية يؤكد أن الجيش والشرطة جناحا الأمن في الأمة المصرية. واستكمالا لضرباتها الاستباقية ضد الإرهاب، الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لإحداث فوضى مع ذكرى ثورة 25 من يناير، وتضبط 54 شخصا من عناصرها. الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، أحييكم أينما كنتم وإلى جولتنا الإخبارية المفصلة من تان. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة في مصر. وخلال لقائه سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أكد السيسي حرص مصر على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. من جهته أشاد باتروشيف بالجهود المصرية في دحر الإرهاب، مؤكدا أهمية العمل على ترسيخ الجانب العسكري والأمني في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. هذا وشهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، واتفق الجانبان على الحاجة لتعزيز قنوات التشاور والتنسيق بشأن مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. استقبل وزير الداخلية محمود توفيق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. وقد أشاد وزير الدفاع بالدور الوطني الذي تطلع به هيئة الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية. استقبل السيد محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ووفدا من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة لسيادته ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة. في بداية اللقاء أشار الفريق أول محمد زكي إلى أن بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدي قيم العزة والكرامة والفداء، وأن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبرهن أنه في تاريخ الأمم مراحل فارقة وفي حياة الرجال لحظات حاسمة، واليوم تظل القيم على ثباتها وتتجدد طاقات العمل والعطاء لتبقى مصر على مر الزمان وطنا عزيزا، ويظل شعبها وجيشها وشرطتها بإذن الله تعالى في رباط إلى يوم الدين، معربا عن تقديره ورجال القوات المسلحة للدور الوطني الذي تطلع به هيئة الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية وبذل كل غال ونفيس في سبيل الإسهام الجاد والمتواصل لتحصين المصالح العليا للبلاد. من جانبه أشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بدور قواتنا المسلحة الباسلة التي كانت وما زالت عارينا للأبطال ومهدا للتضحيات، تزدان هامات رجالها بمصريتهم وبتاريخ زاخر يشهد على ريادتهم. وأشار إلى عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة باعتبارهما جناح الأمن في الأمة المصرية، وأن ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها لم يكن ليأتي من فراغ، وإنما وراءه دوما إخلاص وتفاني في الأداء، نبعهما حب هذا الوطن المفدى ومصبهما حيث رفعته وسيادته وإعلاء رايته فوق أحقاد الطامعين وكيد المتربصين. حضر اللقاء كبار قادة القوات المسلحة وهيئة الشرطة.
أعلنت وزارة الداخلية إحباط مخطط إرهابي لقيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لإحداث حالة من الفوضى تزامنا مع ذكرى ثورة 25 من يناير. وأوضح بيان للداخلية أن المخطط كان يستهدف القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور وترويع المواطنين بهدف تهديد السلم والأمن العام، مشيرا إلى أنه تم ضبط 54 شخصا من عناصر الجماعة الإرهابية. كما أشار البيان إلى أن قيادات التنظيم الهاربة شكلت كيانا عبر شبكة الإنترنت ضمت عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي ومجموعة من العناصر الإثارية المنوئة، وعقدوا اجتماعات خارج البلاد عبر شبكة الإنترنت للاتفاق على تنفيذ مخططهم. وقد أمكنت الداخلية الكشف عن الكيان الإرهابي المسمى اللهم ثورة، وتبين تولي قياداته عددا من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد، أبرزهم ياسر العمدة، حيث تم كشف المخطط والعناصر القائمة على تنفيذه داخل وخارج البلاد. لتفاصيل أكثر عبر الهاتف ينضم لنا سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق. أحييك سيادة اللواء. أهلا وسهلا يا فندم. إذن مع ذكرى 25 من يناير ومع النجاحات الدائمة لقوات الشرطة ولأبناء قواتنا المسلحة في دحر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، هناك مخطط جديد حاول به جماعة الإخوان الإرهابية أن يستهدفوا تكدير وإرباك الأمن والسلم العام، لكنه يحطم الحمد لله على صخرة تصدي وزارة الداخلية لتلك المخططات. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحي لي قبل ما ابدا في تعليقي على هذا الخبر ان انا اتقدم بتحيه الاجبار والاعزاز بكافه شهداء الوطن، كما ادعو الله سبحانه وتعالى ان نتعافى في مصر من الذين يسعون الى الحيلوله بيننا وبين مستقبلنا. اللهم امين. سيادتك حضرتك لازم تبقي عارفه ان هناك شكل من اشكال التخطيط، التخطيط ده مستقبلي. وهذا التخطيط يهدف إلى هدف كبير جدا اللي هو إجهاض محاولات التنمية المصرية التي تقوم الآن، وأيضا التأثير السلبي على النجاحات المصرية على ساحتها الداخلية وإقليمها العربي والإسلامي وأيضا على الساحة الدولية. وفي ضوء أيضا بدء ظهور ملامح مبشرات الأوضاع الاقتصادية الإيجابية بأمر الله، كان لابد للمخطط الجانب الآخر أن يقوم بعمليات تستهدف إجهاض كل هذه النجاحات. وهذه العمليات طبعا في توقيتات جيدة جدا بالنسبة للأوضاع اللي موجودة دلوقتي، احتفاليات الشرطة، زيارات رئيس دولة عظيمة زي فرنسا، كل ده كان يسير له لعاب المخطط الإرهابي لإجراء عمليات في ضوء السماوات المفتوحة والكاميرات الفضائية الموجودة في كل مكان علشان يوصل لغرضه، وهو إعطاء الشكل أن الحكم في مصر وأن النظام المصري غير مستقر وأن هناك نوع من الاعتراضات تتخذ طابع عنيف. ولكن لازم أن نعرف ونثق دائما بمستويات أمننا. أنا لما بقول هنا أمننا بقول بمعنى الشمولي، إذا ما كانت حماية العامة للدولة هي تخص الشرطة، ولكن في حالة ما إذا ما تجاوزت الأخطار إمكانيات وتجهيزات الشرطة تتم الاستعانة بالجهة الأم وهي القوات المسلحة. وهنا أنا بقول إنفاذ القانون وكل ده لا يتم ولن يتأتى إلا بقبول معلومات شعبي، يعني أي نجاح شرطي لابد له من نجاح في تقديم المواطن لمعلوماته لثقته في أداء الأمن في وطنه. ولذلك أنا بشكر المواطن، بشكر من قدم العنوان، بشكر من تبعها وردعها وصنفها وتحرى مصداقيتها، بشكر أيضا مستوى التنفيذ الذي يدل على جودة في التدريب وجودة في التخطيط. بشكرك سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق على وجودك معنا في هذه الجولة. ربما 8 سنوات من الأمن والأمان، الانتصارات المتواصلة والبطولات كافية لإيصال هذه الرسالة، لكن هذا حال وديدا العدو.
أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باستثمارات شركة أورنج في مصر باعتبارها واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات. وخلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة أورنج العالمية ستيفن ريتشارد، أكد مدبولي تطلع مصر لزيادة التعاون مع الشركة من خلال زيادة استثماراتها في مجالات جديدة. من جانبه أكد ريتشارد أن الشركة تولي اهتماما كبيرا باستثماراتها الحالية في مصر، وتعمل خلال الفترة القادمة على زيادة الاستثمارات في مجالات أخرى. كما أدى رئيس أورنج استعداده لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لمصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، فضلا عن التعاون في مجال الأمن المعلوماتي وطرق تأمين شبكة الإنترنت ضد عمليات القرصنة. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي في بورسعيد، وذلك بحضور وزيري المالية والصحة. وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزيري المالية والصحة بمراجعة التصورات التي تم عرضها خلال الاجتماع والاتفاق على تصور نهائي قبل بدء تطبيق نظام التأمين الصحي في بورسعيد، مع تكليف وزارة الصحة بإعداد موازنتها وتصميمها على هيئة مبادرات وبرامج طبقا لتوجيهات الرئيس، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين، مؤكدا دعم الحكومة لملف الصحة في هذه المرحلة وحرصها على تقديم خدمة متميزة في هذا القطاع من خلال الحفاظ على الكوادر الطبية الموجودة وتحفيزها لتقديم خدمة متميزة في منظومة التأمين الصحي الجديدة. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة تسريع وتيرة الانتهاء من منظومة الجمع المنزلي للقمامة، نظرا لأنها سوف تسهم في تقليل كميات المخلفات في الشوارع. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وذلك لمتابعة ما تحقق في مختلف ملفات العمل خلال الفترة الماضية. وخلال الاجتماع عرض محافظ الجيزة بعض الخطط والمشروعات الهامة التي تقوم بها المحافظة، ومنها مشروع تطوير محور المريوطية. كما عرض المحافظ خلال الاجتماع جهود المحافظة في مجال النظافة ورفع المخلفات. في هذا السياق أيضا طلب مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارع ترسة، بما في ذلك تعويض من سيتم نزع ملكياتهم. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له خلال زيارته للقاهرة. وأكد الإمام الأكبر أن العلاقات القوية بين البلدين تحتم مساعدة فرنسا في التغلب على الإرهاب ومواجهة الذين يقتلون الآخرين باسم الدين، موضحا استعداد الأزهر لدعم فرنسا من خلال برنامج لتدريب الأئمة على مواجهة الفكر الإرهابي. وأكد شيخ الأزهر أن السلام هو الرسالة الأولى من رسائل الإسلام الصحيح الذي يحمله الأزهر. من جانبه عبر ماكرون عن تقديره لدور الأزهر المحوري في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب وعمله الدائم على مد جسور الحوار بين الأديان. أكد قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية أن العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها مصر تعد تعبيرا عن روح العصر الجديد الذي تعيشه مصر لكل المصريين. وخلال استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، أشار قداسة البابا إلى أن العاصمة الإدارية وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم من أكثر الدلائل على الإرادة السياسية القوية التي يفخر الشعب المصري بكل إنجازاتها ومشروعاتها، حيث يعمل الجميع من أجل السلام والاستقرار وبناء مصر الحديثة. من جانبه أكد ماكرون أن التعددية وما تمثله في مصر والمنطقة هو عنصر أساسي للسلام. إننا نرحب بكم في بلادنا مصر، وهي تخوض خطة طموحة في التنمية والتنمية المستدامة من أجل بناء مستقبل مشرق. أتذكر زيارة مبعوثا فرنسيا منذ عدة شهور، هو السيد تشارلز بيرسوناز، الذي زار بعض الأديرة المصرية في وادي النطرون، وتحدثنا عن ضرورة تعضيد التعليم المصري ودور المكتبات التعليمية وأهمية حفظ التراث، مع ضرورة مساندة فرنسا لمصر في تسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة في قائمة التراث العالمي في هيئة اليونسكو.
انطلق صباح اليوم المؤتمر الدولي للكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل، والذي تستضيفه الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وصحة الطفل بمصر بالتعاون مع مستشفى الأطفال والنساء التخصصي في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. لأول مرة بمصر عقد المؤتمر العالمي لطب الأطفال، والذي يقام بالتعاون بين الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال والمستشفى التخصصي بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، في حدث علمي فريد من نوعه يتناول أحدث الاكتشافات العلمية بطب الطفل، وهي خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر لعام 2030. احنا كدكاترة بيشتغلوا في منطقة مينا، احنا عدد كبير جدا من زملاء الكلية الملكية، فلينا حق عليهم ان هم اللي يجوا لنا، وبالتالي صغار الأطباء اللي هم مش زملاء للكلية الملكية يتعرضوا للعلم بتاع الكلية الملكية ويقدروا يتمرنوا على أيديهم. الأطفال يمثلوا نسبة كبيرة من السكان، خاصة هنا في مصر. الدول تحتاج إلى أن تستثمر في صحة الأطفال كي يتمتعوا بصحة جيدة ويحافظوا على حماية الدولة. نحن فخورون لعقد هذا المؤتمر في مصر للمساهمة بما لدينا من خبرة، وأيضا كي نتعلم من زملائنا في مصر عن كيفية العمل على تحسين صحة الطفل. وعلى هامش المؤتمر ستتوفر ورش تدريبية للأطباء تتناول موضوعات مهمة حول صحة الطفل، تستهدف تطوير خدمات طب الأطفال في مصر. اتعمل مؤتمر في 24 ورشة عمل تغطي جميع احتياجات نمو الأطفال لتدريب الدكاترة. لو حضرتك زي ما انت شايفة بنسبة كبيرة جدا جدا الميدل جريد هما الدكاترة المسؤولين اللي هيمسكوا المستقبل وهيعلموا الأجيال اللي تحتيهم، احنا اهتمينا بيهم ان هما يكونوا أساس هذا المؤتمر. المؤتمر يمثل منصة تعليمية وتدريبية تطمح لتمكين الأطباء بأن يصبحوا مدربين قادرين على نشر العلم والتحسين من الخدمات الطبية في صحة الأطفال بجميع أنحاء الجمهورية. نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، وذلك بحضور جهات ومنظمة 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرحا لها بالعمل في مصر. يأتي هذا اللقاء من ضمن اللقاءات للإعداد لتصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعي. تقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافق عليها من قبل مجلس النواب. نظم المجلس الأعلى للثقافة حلقة نقاشية بعنوان الإعلان صناعة ثقافية في منظومة القيم والهوية المصرية، بمشاركة نخبة من الإعلاميين وصناع الإعلان وأساتذة علم الاجتماع. برحب بأساتذتي الأجلاء. يعني حلقة نقاشية تحت عنوان الإعلان صناعة ثقافية في منظومة القيم والهوية المصرية، شارك فيها نخبة من الإعلاميين وأساتذة العلاقات العامة والإعلان والاجتماع وممثلين عن عدد من وكالات الإعلان المصرية. هو طبعا يعني زي ما احنا ملاحظين في الفترة الأخيرة ان الإعلان بالنون مش بالميم، في كتير جدا من التجاوزات، بقينا نلاحظ ان في ألفاظ غير لائقة بتستخدم حتى على مستوى حتى إعلانات الطرق، بقى في كلام مش مقبول حتى ان احنا يعني في أسر مصرية ومجتمع مصري نلحظ هذه الألفاظ. لاحظنا ان الإعلان كصناعة ثقافية ممكن يكون له دور كبير جدا في مسألة تشكيل الوعي وتغيير فكرة الهوية الثقافية المصرية. تساؤلات عدة طرحت عن تأثير الإعلانات في القيم المجتمعية والتوظيفات المثلى لمجالات الإعلان في خدمة قضايا الوطن وأهداف التنمية والمشروعات القومية وزيادة التوعية من الآثار السلبية لبعض الممارسات الإعلانية غير المسؤولة. هي الإعلانات دلوقتي واخدة القيادة
في الإعلام، يعني هي تؤثر على الإعلام نفسه وعلى الاختيارات الإعلامية المختلفة. ده تحدي مزدوج، تحدي لشركات الإعلان والرعاة، وتحدي للإعلام المصري أنه يستطيع أن يواجه هذه السيطرة. طبعا للأسف نتيجة أن في تراجعات كثيرة جدا في الوعي وفي الثقافة وفي العلم، والمادة لما دخلت وبقت بتحكم أمور كثيرة جدا، فأحيانا الرسالة دي بتنحرف وبتؤدي إلى نتائج سلبية أو أثار سلبية، ده يجب أنه صح. الحلقة النقاشية تأتي ضمن سلسلة ندوات ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تنظم بشكل دوري. تطورات متسارعة طرأت على المجال الإعلاني بأنماطه التقليدية والرقمية فرضت حالة النقاش ليس على النخبة وإنما أيضا على المجتمع المصري الذي يشهد حالة تنمية مؤخرا أساسها الوعي. إسلام غنيم، تان تي في. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تأكيده أهمية العمل على تحقيق تسوية سلمية مناسبة للأزمة في سوريا ومساندة جهود المبعوث الأممي الجديد بيدرسون في هذا الصدد، بما من شأنه أن يخاطب أمال وتطلعات كافة أبناء الشعب السوري ويحفظ في ذات الوقت وحدة الأرض السورية ويكسر شوكة الإرهاب. وخلال استقباله المندوب الخاص للرئيس الروسي ميخائيل باغدانوف، أكد أبو الغيط ضرورة العمل على وقف التدخلات الخارجية التي من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التعقيدات للأزمة. شرعت الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية بحسب وكالة الأنباء الإماراتية. تأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت قطر بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في مصر والإمارات والسعودية والبحرين، إلى جانب قرارها بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع. تعتبر الإجراءات التي اتخذتها قطر انتهاكا صارخا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وقعت الإمارات على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية. قام بالتوقيع من الجانب الإماراتي السفير جمعة مبارك الجنيبي سفير الإمارات لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومن جانب الجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي. وأعرب الجنيبي عن سعادته بتوقيع بلاده على هذه الاتفاقية مؤكدا أهميتها كونها تتماشى مع ميثاق جامعة الدول العربية الذي يدعو إلى أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والمالي. اليوم نحن يعني سعيدين، أنا نيابة عن دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت الاتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. الاتفاقية طبعا تتماشى مع ميثاق جامعة الدول العربية اللي يدعو إلى أن يكون هناك تعاون بين الدول العربية في المجال الاقتصادي والمالي، ودولة الإمارات دائما حريصة بأن تكون من أوائل الدول التي تدعم أي إجراءات أو أي اتفاقيات في إطار جامعة الدول العربية. فنحن من أوائل الدول اللي وقعت هذه الاتفاقية، نرى بأن هذه الاتفاقية ستساعد في التجارة البينية خاصة في مجال الخدمات بين الدول العربية. فلسطينيا، وضعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله استقالتها تحت تصرف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكدت في ذات الوقت استمرارها في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأعرب الحمدالله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم عن تمنياته بنجاح المشاورات لتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مشددا على أن نجاح أي حكومة في إنجاز المهام التي تكلف بها يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهدا وطنيا ودعما صادقا من القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني كافة. قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي إنها أبلغت كبار الوزراء في حكومتها بأنه يجب إعادة فتح اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي كي تكسب دعم البرلمان للاتفاق. وأضاف المتحدث أن ماي أشارت إلى أن كسب دعم مجلس العموم يتطلب تعديلات قانونية للترتيب الخاص بأيرلندا، وهو ما يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب.
أكد مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون أن البيت الأبيض يركز حاليا على حرمان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من مصادر الدخل المالي. وقال في تغريدة له على تويتر إن واشنطن تواصل استخدام جميع الأدوات لحرمان نظام مادورو غير الشرعي بحسب وصفه من مصادر الدخل المالي، والعمل في الوقت نفسه على تزويد الرئيس المؤقت خوان غوايدو وشعب فنزويلا بالموارد اللازمة والدعم لاستعادة الديمقراطية إلى كاراكاس. أدانت موسكو العقوبات غير القانونية التي أعلنت واشنطن فرضها على شركة النفط الوطنية الفنزويلية للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو. ووصف المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسكوف العقوبات بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية الفنزويلية وتنم عن حالة منافسة غير قانونية. أضاف أيضا أن روسيا سوف تسعى جاهدة لحماية مصالحها في إطار القانون الدولي. اقتصاديا، وقع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش مع شركة بلوغيل لوجيستيك الفرنسية عقدا بالأحرف الأولى لإنشاء وتشغيل محطة دحرجة السيارات في ميناء شرق بورسعيد. وقال الفريق مميش إن هذا المشروع قد تم تجهيز له من خلال إنشاء الأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد بطول 5000 متر مربع، استغلالا لهذه الأرصفة بمواصفاتها العالمية التي بنيت كأعلى مواصفات تحميلية في مجال العمل بالموانئ. أما في أخبار الرياضة، فيسعى الزمالك لتعزيز صدارته في جدول ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم حينما يلتقي مصر المقصة في 8 مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 20. يسعى الأبيض لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني. يدخل الزمالك اللقاء وفي جعبته 42 نقطة، فيما يحتل المقصة المركز الرابع برصيد 30 نقطة. وعالميا، يتجدد الصدام بين فريقي ميلان ونابولي في ربع نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو في مواجهة قوية بين العملاقين الإيطاليين. وفرض التعادل كلمته على مواجهتهما بالدوري السبت الماضي، وهو ما يلقي بظلاله على مواجهة كأس إيطاليا التي تعد صداما جديدا بين المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي وتلميذه جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان. في الختام، دوما تذكير بأهم مكان في هذه الجولة الإخبارية من أخبار. خلال استقباله لسكرتير مجلس الأمن الروسي، السيسي يشيد بالجهود الروسية الدؤوبة للمساهمة في عملية التنمية الشاملة بمصر، وباتروشيف يشيد بجهود القاهرة في دحر الإرهاب. في إطار احتفالات عيد الشرطة، وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التهنئة لوزير الداخلية ويشيدان بالدور الوطني للشرطة في تأمين الجبهة الداخلية. ووزير الداخلية يؤكد أن الجيش والشرطة جناحا الأمن في الأمة المصرية. واستكمالا لضرباتها الاستباقية ضد الإرهاب، الداخلية تعلن إحباط مخطط إرهابي لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة لإحداث فوضى مع ذكرى ثورة 25 من يناير، وتضبط 54 شخصا من عناصرها. من ذا قدمنا لكم جولة مفصلة بأهم وآخر أخبار اليوم. أشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.